متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية. نبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار مع رياح نشطة 18 درجة مئوية، الملموسة 17، أما الرطوبة 92%، والرياح تكون نشطة السرعة. انتقل لأن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة خلال ساعات نهار اليوم، حيث تتأثر بمنخفض جوي المنطقة الشمالية، زخات رعدية من الأمطار متوقع، وأيضا رياح نشطة في إربد 19 إلى 13، المفرق 19 إلى 12، جرش 19 إلى 11، عجلون 17 إلى 12. بالانتقال للمنطقة الوسطى، مأدبة 19 إلى 12 مع رياح نشطة وأيضا زخات من الأمطار. نفس الشيء في البلقاء 21 إلى 15، الزرقاء 22 إلى 15، عمان 17 إلى 13، والبحر الميت 28 إلى 21. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، أيضا رياح نشطة وزخات من الأمطار متوقعة في الكرك 16 إلى 11. أما باقي المنطقة الجنوبية، رياح نشطة وأتربة مثارة، الطفيلة تسجل 18 إلى 10، معان 20 إلى 10، الشوبك 16 إلى 10، والعقبة 31 إلى 18. بالنسبة للمنطقة الشرقية، رياح نشطة وأتربة مثارة في كل من رويشة الصفاوي والأزرق، رويشة تسجل 24 إلى 12، الصفاوي 23 إلى 11، والأزرق 24 إلى 13. تابعونا في النشرات اللاحقة، وإلى اللقاء.